السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن تعرضت لضربات عنيفة للغاية في الساعة الأخيرة من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء بكل تأكيد. تفاصيل هذه الضربات تحدثت عنها القيادة المركزية الأمريكية CNN الأمريكية وأوسن ديفندر، وهذه العمليات والضربات العسكرية قادتها بشكل مباشر ونفذتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا، وهذه المرة بدعم من 6 دول. هذه الدول التي دعمت هذه العمليات، نتحدث عن مملكة البحرين، أستراليا، كندا وهولندا، والدنمارك ونيوزيلندا. لاحظ هاتين الدولتين في الموجتين من الضربات التي جاء ضد جماعة الحوثي في اليمن، كانت الضربات مدعومة من هذه الدول الأربعة، ولكن ها نحن أمام مشاركة من قبل الدنمارك ونيوزيلندا في توسع لعملية أو Operation Poseidon Archer التي تقاد أو تتم قيادتها ضد جماعة الحوثي في اليمن. والمثير أن هذه الضربات جاءت مباشرة بعد دخول المدمرة البريطانية HMS Richmond إلى البحر الأحمر لتنضم إلى مدمرتين بريطانيتين وهي HMS Diamond و HMS Lancaster، 3 مدمرات بريطانية هي الموجودة في هذه المنطقة. وجاءت اللقطات الأولى لهذه الضربات التي تمت في الساعة 11:30 من مساء يوم أمس بهذا الشكل، الطائرات البريطانية التايفون طبعا التي حلقت لتحقيق هذه الضربات، وهذه بعض الضربات التي جاءت على عدد من المناطق والمحافظات في الداخل اليمني على مواقع طبعا لجماعة الحوثي، وهذا ما تم تداوله كما تلاحظون من هذه الضربات العنيفة للغاية كما نلاحظ. والذي جرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هنا شاركت بهذه العملية بطبيعة الحال بUSS دوايت آيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة التي انطلقت منها طائرات F-18 سوبر هورنت، بالإضافة إلى وجود اليورو فايتر تايفون البريطانية التي أطلقت مرة أخرى قنابلا مهمة وهي قنابل بيف واي 4 لاستهداف مواقع جماعة الحوثي في اليمن. وكذلك أن هنالك مشاركة من المدمرات الأمريكية والبريطانية وحتى الغواصات كانت حاضرة، وتم إطلاق صواريخ التوماهوك مباشرة على مواقع جماعة الحوثي في اليمن، وبالتالي هنالك الكثير من الأهداف التي استهدفت. نتحدث عن استهداف ل36 هدفا في 13 موقعا مرة واحدة. الصواريخ والغارات انطلقت على مواقع جماعة الحوثي، وهنالك العديد من النقاط التي ضربت. نتحدث عن محافظات مهمة مثل صعدة، حجة، الحديدة وتعز، وكذلك نلاحظ هنا ذمار والبيضاء وكذلك صنعاء، 6 محافظات هي التي استهدفت بقوة كبيرة للغاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفائها. والاستهدافات جاءت مباشرة على المنظومات الرادارية الخاصة بجماعة الحوثي، مخازن السلاح، الأنظمة الصاروخية الخاصة بهذه الجماعة، وكذلك ضربت مخازن للسلاح تأتي تحت الأرض خاصة بجماعة الحوثي كذلك، وحتى أن هنالك مواقعا للقيادة الخاصة بجماعة الحوثي قد استهدفت مباشرة للقيادة والسيطرة. وبالتالي الضربات ضربات كبيرة للغاية، وجاءت بعد 4 ساعات فقط من استهدافات أخرى قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها مباشرة على 6 منصات لإطلاق الصواريخ خاصة بجماعة الحوثي تم تجهيزها لاستهداف البحر الأحمر. وبالتالي نحن أمام موجة كبيرة أخرى من الضربات وجهت على جماعة الحوثي، وذلك من أجل إضعاف قدراتهم في الاستهدافات التي تقوم بها هذه الجماعة إن كانت على البحر الأحمر وإن كانت حتى على خليج عدن، من أجل إبقاء مضيق باب المندب محاصرا ومطبقا عليه من قبل هذه الجماعة. بالتالي هذا هو الهدف الأساسي من استمرار هذه الضربات. ما الذي فعلته جماعة الحوثي يا ترى؟ التصريحات متحدية لكل هذه الضربات وقادمة على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، الذي اعتبر بأن هذا الأمر لن يوقف هجماتهم نهائيا. المثير أن هذه الضربات تأتي بعد تقريبا 24 ساعة أو حتى أقل من 24 ساعة من استهدافات كبيرة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه مواقع للفصائل المسلحة المقربة من إيران، إن كانت في العراق وإن كانت كذلك في سوريا. وشهدنا قيادة كبيرة وتطورا كبيرا في الضربات من خلال هذه القاذفات الاستراتيجية الأمريكية B-1 بامر التي كانت قادمة مباشرة من قاعدة دايس الجوية
الموجودة طبعا في ولاية تكساس الأمريكية، حلقت من الولايات المتحدة مباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقق هذه الضربات التي نتحدث عنها. وهنا نلاحظ من بعض اللقطات التي نشرت من قبل الدي في آي دي اس التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، تلاحظ بأن هنالك عددا من القاذفات الاستراتيجية، لم تكن قاذفة واحدة هي التي استخدمت. هنا على ما يبدو بأننا أمام قاذفة واحدة استراتيجية، وتلاحظ هنا أيضا بأننا تقريبا ستكون ظاهرة بعض أو هنا قاذفة استراتيجية أخرى ستظهر الآن. لو حركنا قليلا هذا المقطع ستلاحظ بأن هنالك فعلا حركة ظاهرة هنا من هذه القاذفات الاستراتيجية، هذه واحدة وتبدو هنا واحدة، وتبدو أيضا بأن هنالك واحدة أخرى تتحرك في هذه المنطقة، وبالتالي هنالك ثلاث قاذفات استراتيجية على ما يبدو هي التي نفذت هذه العمليات. وهذه كانت اللحظات الأولى لانطلاق البي 1 بامر لتحقق هذه الضربات التي رأيناها. هذا إحدى المواقع ومستودعات الأسلحة الخاصة بالفصائل المسلحة العراقية في القائم، قد استهدفت بهذا الشكل وظهرت الصواريخ وهي تنطلق الخاصة بهذه الفصائل، ليوضح لك بأن هذا مستودع للأسلحة فعلا هو الذي تعرض لهذه الضربة. بالتالي هنالك ضربات، وهذه الضربات لم تكن عادية أبدا، جاءت على العراق وجاءت أيضا على سوريا. وبالنسبة لهذه الطائرات البي 1 بامر كانت تحلق بهذا الشكل في هذه المنطقة، طبعا دخلت إلى سوريا بالدرجة الأساس ونفذت هذه العمليات. أيضا أن طائرات الـ A10 وورثوغ المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة شاركت أيضا بهذه العمليات، وهي متخصصة بضرب الأهداف الأرضية وتحمل قنابل مخترق القبو البنكر باستر، نفذت الكثير من العمليات في هذه المنطقة مع عدد بالتأكيد من الطائرات الأخرى التي شاركت. بالتالي كانت الضربات نتحدث عن 85 هدفا في العراق وفي سوريا. إذا ما تحدثنا عن العراق هنا فكانت الضربات قادمة باتجاه منطقة الكسك القائم وكذلك المعبر الإيراني، أو كما يطلقون عليه معبر السكك الذي هو يعتبر معبرا غير شرعيا وخاصا بالفصائل المسلحة في نقل أسلحتهم من العراق إلى سوريا، أو حتى قيادات للحرس الثوري الإيراني كما جاء في العديد من التقارير الخاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان. وكذلك أن هنالك استهدافا على عكاشات، أيضا نتحدث عن أكثر من 8 أهداف قد ضربت، والقيادة المركزية الأمريكية تحدثت بأن هنالك ثلاث مقرات خاصة بالحرس الثوري الإيراني تم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق، مستودعات للأسلحة، مقرات للقيادة والسيطرة، كلها قد ضربت في هذه المنطقة. لكن الضربات في سوريا كانت هي الأعنف على الإطلاق، جاءت القاذفات الاستراتيجية لأول مرة نرى مثل هذا الاستهداف بالقاذفات الاستراتيجية على الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا، لتقوم باستهدافات كبيرة للغاية من البوكمال على طول هذا خط غرب نهر الفرات بهذا الاتجاه باتجاه دير الزور، وضربات تأتي على خط وعلى مسافة كبيرة للغاية، تقريبا 140 كيلومترا من الضربات من البوكمال إلى دير الزور وحتى ما بعد دير الزور. والضربات أدت في نهاية المطاف بحسب القيادة المركزية الأمريكية إلى تدمير 4 مراكز للقيادة أو مقرات للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مستودعات أيضا للأسلحة ومخازن خاصة بهذه الجماعة والفصائل المسلحة المقربة من إيران مرتبطة بالطائرات المسيرة بالصواريخ، كل هذه تعرضت إلى ضربات عنيفة للغاية. بالتالي الضربات هدفها الأساسي هي ضرب البنى التحتية لهذه الفصائل المسلحة، إضعافها قدر الإمكان والسيطرة على الخصم في نهاية المطاف، أي بمعنى آخر هي من أجل حماية القوات الأمريكية المتواجدة في شرق نهر الفرات أو حتى في قاعدة التنف في هذا الاتجاه في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن من الاستهدافات. القدرات الهجومية لهذه الفصائل تضعف شيئا فشيئا، وبالتالي لن يتمكنوا من تحقيق الهجمات الخطيرة التي قاموا بها، وآخرها كان بمقتل 3 جنود أمريكيين وجرح ما يقارب الأكثر من 50 جنديا أمريكيا في البرج 22 في داخل المملكة الأردنية الهاشمية. بالتالي هم يريدون تدمير هذه البنى التحتية حتى على مستوى إرسال
الأسلحة من هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران من العراق إلى سوريا ستكون بلا فائدة، لأن النقاط الخاصة بهم قد ضربت في هذه المنطقة. بالتالي الأمر سيكون مفيدا على المدى البعيد لقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة إلى شرق نهر الفرات، خاصة وأن لديها عداء من الفصائل المسلحة المقربة من إيران في هذه المنطقة، تدعم العشائر العربية في تلك المنطقة ويتعرضون إلى الكثير من الضغط أيضا من تركيا، وبالتالي هذا سيخفف عليهم الكثير في ظل سيناريوهات كلاما عن خروج الولايات المتحدة والقوات الأمريكية من المنطقة بشكل عام. وإذا ما أردنا إلقاء نظرة على طبيعة الضربات التي تأتي أو التي جاءت في سوريا والعراق والبنى التحتية، ما هي هذه البنى التحتية؟ إذا ما ذهبنا على سبيل المثال إلى مخازن عياش، الأنباء كانت تتحدث أن هذه المخازن دمرت بالكامل. هنا سنلاحظ هذه هي دير الزور، كانت هنالك نقاط قد استهدفت هنا، ولكن الأهم هي مخازن عياش هي التي دمرت بالكامل. لنلاحظ هنا الآن هذه الصورة طبعا واضحة لهذه المخازن، هذه الصورة قبل لنفس هذا المقطع، ولاحظ بعد كيف دمرت هذه المخازن بالكامل، دمار كامل لهذه المخازن. بالإضافة إلى ذلك بأن ما جرى في العراق في عكاشات على سبيل المثال في إحدى النقاط التي هي كانت قد استهدفت فعلا، هذه عكاشات والنقطة التي استهدفت صورة محدثة من القمر الصناعي، ستلاحظ قبل كانت الأمور طبيعية، ولاحظ بعد هنالك بعض الدخان الموجود في هذه المنطقة يوضح لك باللون الأسود أن ضربات قد تحققت. لنقترب من هذه النقطة ستلاحظ تقريبا الصورة ليست واضحة، ولكن واضح بأننا أما أمام هذا المبنى أو هذا المبنى أو حتى هذا المبنى ممكن أن يكون هو قد استهدف فعلا. الأمر أصبح أكيدا بشكل أكبر مع صور نشرت لهذه الضربات، لاحظ قبل ولاحظ بعد، نعم هنالك ضربة قد جرت. بعض الصور أكدت هذه المسألة، لاحظ هنا هذه المنطقة مدمرة في عكاشات، لاحظ بأننا أمام مبنى كان منفصلا عن هذه المباني الأخرى على خط واحد، هنا طريق واضح ومغلق بهذه المنازل، بالتالي منازل كبيرة مباني كبيرة هي التي ضربت، بالتالي التركيز هنا عن هذه المنطقة التي ضربت. صورة أخرى تكشف لك ببساطة بأن هنالك منطقة ترابية بعيدة، يبدو أن هنالك طريقا، هذه المنطقة المدمرة التي يجب أن نبحث عنها من هذه العلامات البسيطة التي نتحدث عنها. أيضا صورة أخرى لطبيعة ما جرى في عكاشات في نقطة أخرى، المبنى مدمر وهنا نوعا ما جدار يوضح بأن هذا المبنى ليس كالمبنى الثاني، أنه منفصل عن هذا المبنى الآخر الذي يبدو أيضا مدمرا، بالتالي هنا صحراء من هذه العربة، هنا شارع واضح جدا، وكذلك هنالك عربة صغيرة متروكة، يبدو كباص صغير أو حافلة صغيرة متروكة، إذا ما اقتربنا منها فهي ستكون علامة مهمة للتعرف إليها بالقمر الصناعي. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه المباني التي تحدثنا عنها من تحديثات القمر الصناعي، نتحدث عن هذين المبنيين لنركز على هذا المبنى الأول، سنلاحظ أنه متطابق تماما مع التحديث الذي رأيناه الآن، واضح جدا نفس الشارع نفس المباني، من هنا أيضا مغلق هذا المبنى، وستلاحظ الصحراء كما هو واضح، وهذا هو الطريق. إذن هذا هو المبنى الذي دمر بالفعل، والجدار الفاصل تقريبا يأتي بهذا الاتجاه، إذن هذا هو الهدف الأول مؤكد بكل تأكيد. أما المبنى الآخر الذي تحدثنا عنه والذي هو أيضا هدف مؤكد قد ضرب من قبل الولايات المتحدة، ستلاحظ يأتي هنا، هذا هو المبنى الذي نتحدث عنه. لماذا؟ لأن هذا المبنى مدمر كما هو واضح من طبيعة ضربة سابقة، الشارع الصحراء مفتوحة، وهذا هو الباص الذي تحدثنا عنه أو العربة المتروكة هنا في الصحراء هنا، وبالتالي هذا هو المبنى المدمر الذي كان ظاهرا بهذه الصورة. وإذا ما أردنا التأكد من هذه العربة الصغيرة التي تؤكد لنا الموقع بكل تأكيد، سترى أنها متطابقة تماما مع الصورة التي رأيناها قبل قليل، بالتالي كل شيء مؤكد وواضح جدا بأننا أمام ضربة واضحة قد جرت في هذه المنطقة. أيضا بشكل مثير هنالك ثانوية موجودة مسيطر عليها من قبل الفصائل المسلحة، لونها نوعا ما تغير بالقمر الصناعي. هذه النقطة لاحظ هنا، إذا لاحظنا هنا قبل هذه نفس المبنى وهنا بعد، يبدو أن الضربة أيضا جاءت هنا، ليس هنالك الكثير من التأكيدات لكن تغير اللون دائما يعطيك فكرة بأن هنالك ضربة قد جرت هنا. المثير أن هذه لم تكن فقط ضربات قد جرت من قبل الولايات المتحدة عسكرية، لا أبدا، بل إن كانت هنالك تفاصيل مثيرة نشرت على النيويورك تايمز تتحدث أن هنالك هجمات سبرانية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ ما الذي ذكر هنا،
قال مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة نفذت عمليات إلكترونية ضد أهداف إيرانية يوم الجمعة، لكنهما رفضا تقديم تفاصيل. جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل قليل تحدث بأن هذه الهجمات السبرانية مستمرة، هنالك ما هو معروف وهنالك ما هو غير معروف، ننتظر ما الذي ممكن أن يصدر عن هذه المسألة. وطبعا هنالك أيضا تصريحات من جيك سوليفان بنفسه مستشار الأمن القومي الأمريكي للأم بي سي، تحدث بأن هذه العمليات مستمرة وستستمر، وأن الرئيس بايدن مصر على عملية الرد على أي هجمات ممكن أن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية.